You are here to listen and obey. Everything has a price. Loyalty has a price, and ambition has a price. I know. Are you willing to pay the price? Yes, sir. We will see. Let's start with loyalty. ما يوم دخششت ولا تشوف نوازير ولا ليه اللي حصل شوية؟ هما مين دول يا اللي فهمناك؟ المدرسين في المدرسة والضباط والدكاترة والمهندسين اللي ماشيين في الشارع اللي بيشوفوا القمر كل يوم وما يطلبوش القمر من أبوه. مين قال؟ لسه متقدم لي 2 امبارح و3 الأسبوع اللي فات، وكل شوية حد يقدم طلب وأنا أقول له لأ لأ. خلاص قولي لا براحتك. هيجي يوم وتقولي المهم انهم عميوش. مين دول اللي عمي؟ ده عينيهم بتدبي فيها رصاصه. معذورين، ده مش عاجبينك خلاص. المهم ما بقاش في بلوك. بلوك؟ يا فيسبوك يا جامد يا عم حسن يا شديد. لا ما انا متابع. يبقى تعيلي عند الستين. بإيه؟ باللي يجي في بالك يا حبيبي. ربنا ينعش قلبك. طارق بيتك حلو قوي على فكرة، والصحافة والتلفزيون بيكسبوا قوي كده. صحافة ايه يا ابني؟ لا طبعا، ده اللي بيكسب. ماليش انا بقى في ده للأسف، خليني بقى انا في ده. ايوه. طول ما انت ورا ده مش هيجيلك غير الفقر. يا عم انا راضي الحمد لله. انا نفسي افهم بس ايه السسبنس اللي انت عامله لي ده؟ ما تقولي فيه ايه المفاجاه. الله، طب وتبقى مفاجاه ازاي بقى لو قلتها لك؟ وبعدين انت مش فنان، انت تخيل. ايوه اتخيل ايه؟ ممكن تساعدني؟ طيب تخيل ايه؟ تخيل انه الزمن رجع بينا لورا. لا لا لا، لورا كمان. لا بجد والله؟ يا ابن ايه؟ اصبر بقى. ايوه اوكي. عادل بيه يا عم. يا بيه مين دلوقتي يخش من الصقيع ده؟ ايه البرد ده؟ خش يا عم جوه. برد. لا 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 لا، عدولة. يا ابني ايه، وحش جدا والله. الحمد لله. عامل ايه؟ انا تمام. كل ده معقوله؟ والله العظيم برافو عليك، عملتها ازاي دي؟ طبعا والله زمان يا عمارت السيده. اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. اوبا. السلام عليكم. وعليكم السلام.